الأقصر اتغيرت. الأقصر في ثوبها الجديد مش هو ده المنظر اللي فعلا شفناه على مدار السنوات اللي فاتت، لا، الأقصر ليها بضع أشهر كلها تتزين بشوارع، بطرق، بنخل، بأرصفة، بكل حاجة جميلة، في دهانات، عماير كلها خدت شكل موحد، أعمال الترميم، أعمال الحفائر. لا، النهاردة احنا في عرس غير عادي. أهم مشروع أثري في القرن 21، لأن ده مشروع أثري على أعلى مستوى. المشروع حاجات كانت مردومة في تحت الأرض، اتحفرت، طلعت، اترممت، بتربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، وبالتالي أصبح معبد الكرنك والأقصر أيقونة عالمية، متحف مفتوح على مستوى عالمي.